أقول هل يجوز لي أن أحج بمال أخي علما بأنني لا أملك مالا؟ المستمع فاطمة من السودان. نعم يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع به له أبوه أو أخوه أو ابنه أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم منة، فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منة فإن الأولى أن لا يحج بشيء من ماله، لأن المنان يقطع عنق صاحبه في منته عليه كلما حصلت مناسبة قال أنا الذي أحججت بك، أنا الذي فعلت، أنا الذي فعلت. فإذا أنهى الإنسان من المنة عليه في المستقبل فلا حرج أن يقبل من أحد من أقاربه أو أصحابه أن يتبرع له بمال يحج به. بارك الله فيكم.